تفتكر ان احنا الشعب الوحيد اللي عنده كمية الامثال الشعبية دي؟ اكيد لا، كل شعب من شعوب الارض عنده امثاله الشعبية اللي تناسب ثقافته وبيئته وظروفه. علشان كده هتلاقي ان كل شعب من شعوب العالم عنده امثاله اللي تشبهه، يعني الامثال اللي بيستخدمها في كلامه على مدار اليوم شبه شخصيته بشكل كبير. فالشعوب مثلا المعروفة بالعمل والجدية هتلاقي امثالها عن العمل والجماعية والاجتهاد، زي الشعب الالماني مثلا، على عكس الشعوب اللي حياتها مليانة اجتماعيات زي الشعوب العربية، هتلاقي امثالها بيتكلم عن تنظيم العلاقات بين الناس وهكذا. النهاردة في حكاية هنعرفكم يعني ايه مثل شعبي، جه منين واصله ايه، وايه اغرب الامثال الشعبية. كلمة مثل جاية من التسوية والمماثلة والحذف، فالمقصود بالمثل نقول نقدر نستخدمه في مواضع مشابهة على مر العصور. والامثال من الحاجات اللي بتعكس ثقافة الشعوب من عاداتها وتقاليدها، زي ما سبق وقلنا ده. الالمان مثلا عندهم امثال كتير عن العمل، زي مثلا لا يمكن الخلط بين العمل والراحة، دينيس It's Dienst und Schnaps. It's Schnaps. ودي حاجة شبه المثل المصري اللي بيقول اتغدى وتمدى، اتعشى وتمشى. الله، امال هنشتغل امتى يا جماعة؟ وفي الثقافة الصينية مثلا هنلاقي امثال كتير بتشجع على العمل وكيفية ادارته، زي مثلا لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطاد، ان كنت غير قادر على الابتسام فلا تفتح متجرا. والله المثل ده لو هنا لكان كل المحلات قفلت. وده بيوصل لنا قد ايه الشعب الصيني بيحب الشغل. الامثال من مئات السنين بتشكل ثقافة الشعوب وبتعبر عن تراثها، وده برضو بنشوفه في مصرنا الحبيبة. هنا في مصر في امثال استحالة تسمعها في اي مكان تاني في العالم، زي مثلا ان بيت ابوك خرب خد لك منه قالب. يا ساتر يا رب، يعني ما ساعدش مع الرجالة ولم الطوب كده يمكن نبنيه تاني؟ لا، الحق خد لك قالب. او مثلا زي ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليه. سادية رهيبة. طب انا عشت وتعلمت وتجوزت وخلفت وجربت كل حاجة في الدنيا، مش الاولى ان اشيل ابني على راسي يمكن ينجو من الطوفان؟ لا، حطه تحت رجليك. مش بقول لكم امثال استحالة تسمعوه في اي حتة في العالم ولا حتى في جهنم. او زي مثلا المثل اللي بيقول ان جيب اختي على حجر اختي اخطفه واجري. ايه ازاي يعني؟ يعني لو اختين جاي لواحدة فيهم عريس وعجبته التانية مفيش مشكلة انها تتجوزه وتقهر اختها عادي؟ مش احسن ما يروح للغريبة؟ اغلب الامثال المصرية هتلاقيها مستمدة من الاجتماعيات، المصاطب بمعنى اصح. الحقيقة ان استخدامنا للامثال كانت من الحاجات اللي فرقت معانا في حياتنا بشكل كبير وغيرت كتير في حكمنا على الاشياء بشكل صحيح، زي مثلا اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، وده خلى كل بيوت المصريين من حجر واسمنت زي ما انتوا شايفين عشان ناخد راحتنا في حذف الطوب على بعض. او مثلا اضرب المربوط يخاف السايب، وده بيعلمنا اننا منقدمش اي تنازلات ابدا مهما حصل، لان كل تنازل بيجر تنازل اكبر منه وهكذا، بدليل ان الراجل كان مربوط ومسلمش منه برضه. او مثلا اللي يعرف ابويا يروح يقوله، ودي لما تبقى مش فارقة معاك او ابوك شخص مش معروف للناس او مسافر. الحقيقة ان مش كل امثالنا الشعبية بالشكل ده، عندنا امثال كتير بتشجع على العمل والاجتهاد والصبر. والحقيقة برضو اننا لو ركزنا هنلاقي ان اغلب الامثال اللي احنا كمصريين بنستخدمها بتمتاز بالصبر والدفء، لكن اغلبها والجانب الاكبر منها بيصب في علاقاتنا الانسانية، واللي بيدل ان المصريين دايما في تكاتف ودايما عايشين لبعض والبعض. انت بقى تقدر تقولي في الكومنتات ايه اغرب مثل سمعته في حياتك وكان بمناسبة ايه. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة من برنامج حكايات. استنونا في حكاية جديدة مع دينا نور.